عليكم الله السلام ورحمة الله. ورحمة الله السلام، أهلا وبركاته. دكتور بلال. مرحبا عليكم بك. السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. السلام وعليكم عليكم السلام يا ورحمة دكتور. الله وبركاته. حياك الله دكتور، بالتوفيق للجميع إن شاء الله وللمحاضر. يسلمك يسلمك، شرفتنا دكتور، شرفتنا. الله يسلم من عندك. يا مرحبا. يتكتب دكتور. نبلش ست إسراء. أهلا وسهلا دكتور فلاح، شرفتنا. نعم دكتور، العفو، الـ الـ نبلش دكتور نبيل. الأخوة إذا تسمحوا لي، الأخوة الأعزاء، بالأصالة من نفسي وبالنيابة عن الأخوة في الإشراف التربوي، أرحب بالدكتور فلاح القيسي المدير العام لتربية بغداد الكرخ الأولى والإداري لوزارة التربية. كل الترحيب بجنابك دكتور، عودتنا على حضورك الميداني في كل مكان، سواء كان حضوري سواء كان إلكتروني. نتشرف وجودك بيناتنا، وحقيقة نلتمس من وجودك دعم وقوة واندفاع في عملنا. كل الهلا دكتور فلاح وشرفتنا. شكرا استاذ اوس، شكرا علي. انا سعيد جدا احضر هاي الورشه وياكم ويا الزملاء المشرفين، وان شاء الله للتوفيق للجميع ونستفاد من المعلومه ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك دكتور، شكرا جزيلا. وانت استاذنا بالمعلومه. ست اسراء ديري الورشه بعد ست اسراء عيني. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركه الله، نتشرف بوجود الاستاذ الدكتور فلاح محمود القيسي، ونتمنى التوفيق للجميع. واحنا بدايه امتحانات وهذه الازمه، ان شاء الله يتفضل الاستاذ منعم شبيبه المشرف الاداري لاعطاء يبدي بهذه الورشه اللي هي عباره عن حلقه نقاشيه للانظمه والتعليمات الامتحانيه. واهلا وسهلا بالجميع. ليش اكثر ليش اكثر ست اسراء. بداية بصفتي المحاضر، فأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أخوتي وأخواتي المشرفين وعلى رأسهم الدكتور أوس المحترم، نرحب أجمل ترحيب بسيد الوكيل الإداري لوزير التربية والمدير العام لتربية بغداد الكرخ الأولى، شاكرين له الدكتور فلاح القيسي، شاكرين له حضوره معنا هذه الورشة، مما يدل على حرصه على كل ما من شأنه أن يرتقي بالعمل التربوي. شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور فلاح. شكرا عيني، شكرا بالتوفيق. كما وأشكر كبير الشكر والتقدير الدكتور أوس المحترم لرعايته هذه المبادرة الرائعة، والشكر موصول للأستاذ عبد الناصر القاضي مدير الإعداد والتدريب، وشكري الكبير للست إسراء على مبادرتها، وشكري لجميع أخوتي وأخواتي الذين شرفوني بحضورهم ورشتي هذه. بداية أخوتي وأخواتي، يعني العملية الامتحانية هي عملية ممتعة جدا وسلسة جدا إذا ما توفر القائد اللي عنده القدرة إنه يقود هذه العملية، وبالتأكيد هي محك. أستاذ منعم، انقطع الصوت. أستاذ منعم من عنده، يعني من أعتقد من أستاذ منعم الصوت انقطع. السلام عليكم، أرحب بالدكتور فلاح محمود القيسي المدير العام تربية بغداد الكرخ الأولى في حضور هذه الورشة، ونتشرف جميعا بالدكتور. بارك الله بك أستاذ ناصر. شكرا استاذ ناصر، ممنون لك. يمكن صار عنده قطع بالنت عند استاذ منعم، احتمال خلل بالنت ست اسراء او الكاميرا، اي محتمل هو النت ضعيف. اي هسه يرجع يدخل مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله اكو خلل بسيط ان شاء الله يرجع. ست اسراء، احنا نتمنى من الاخوه مثل ما بلغنا في كل اختصاص يرشحون مشرف واحد يطرح الأسئلة على المحاضر، يعني مثل الاجتماعيات يحضرون سؤال أو سؤالين ويهيئون شخص واحد يطرح الأسئلة، فنية كذلك، العربي كذلك. أستاذ منعم رجع، تسمعوني ست إسراء؟ نعم أستاذ منعم. نعم تفضل أستاذ منعم. تمام. العملية الامتحانية سبق وإن قلت إنه هي عملية سلسة وسهلة جدا إذا ما توفر القائد القادر على إدارتها بصورة كما يجب أو كما ينبغي. فصلت العملية الامتحانية إلى يعني مقدمة، ومن ثم العمل الحقيقي، ومن ثم الخاتمة.
بدايتها لازم نهيئ أشياء مقدمات للعملية الامتحانية أجملتها على شكل نقاط وهي كالآتي: قبل ما ندخل المجال الجوي للعملية الامتحانية راح نمر بعدة مراحل أو عدة محطات، اللي هي أولاً إعلان الجدول الامتحان. لا يعني أنا أتمنى تسمعيني أساتذة؟ يسمعوك أستاذ. نعم نسمع. نعم معك أستاذ. أتمنى يكون عند كل أخ من أخوتي وأخواتي يعني ورقة وقلم يثبتون الملاحظات على مود حتى ومن ثم لاحقاً إذا يردون سواء سند أو شيء إحنا نتفق من البداية الشيء اللي بي اللي راح أطرحه. إذا بي سند قانوني راح أقول هذا بي سند قانوني، وإذا ما بي سند قانوني راح أقول هذا رأيي اللي اجتهدته، والاجتهاد يرده اجتهاد ونتناقش عليه لاحقا. بداية إعلان الجدول الامتحاني راح يكون قبل أسبوعين، هاي التعليمات الامتحانية تقول على أن لا يقل عن أسبوعين. الجدول الامتحاني بملاحظات هواية بس أهم ما بي هي شغلتين. أولا الصف وحدة واحدة بالجدول الامتحاني، سؤال الجدول الامتحاني ينص على أنه الصف وحدة واحدة، هل في التحريري والشفوي أم فقط في التحريري؟ التعليمات الامتحانية تقول فقط في التحريري يعتبر الصف وحدة واحدة، أي بالشفوي ممكن أنه نجزئ الصف إلى جزئين ثلاث أجزاء ونمتحنهم كلهم على حدة، لكن بالتحريري الصف وحدة واحدة. الشيء الثاني بالجدول الامتحاني هو صلاحية الإدارة المدرسة بتنظيم الجدول بما يتلائم وظروفها. التعليمات الامتحانية أنطت إدارة المدرسة صلاحية أن تنظم جدولها حسب ظروفها هي. جرت العادة أن نقول الإسلامية يجب أن تكون أول درس في الجدول، هذه المعلومة هي عرف مو قانون. القانون النص القانوني بالتعليمات الامتحانية يعطي للمدرسة للمدرسة صلاحية وضع الجدول بما تراه مناسبا، لكن وفق أصول أن توزع الدروس المهمة على أيام الأسبوع ولا تبقى الدروس البسيطة خلينا نسميها في الأيام الأخيرة. النقطة رقم 2 استلام الأسئلة. استلام الأسئلة هل إلى وقت نستلم لو لحد يوم الامتحان؟ استلام الأسئلة على أن يكون قبل أسبوع على الأقل. زين استلمنا الأسئلة، شلون نستلم الأسئلة؟ نستلم الأسئلة بنسختين أسئلة وأجوبة نموذجية مجموعتين، إحداهما للدور الأول وإحداهما للدور الثاني. قد يسأل سائل يقول طيب نص السنة وين أكو دور ثاني؟ نصف السنة بدور ثاني للمؤجلين وللي عندهم إجازات مرضية يكون امتحانهم بعد أسبوع من بدء الدراسة بعد الانتهاء من نصف السنة. أكو وقت لو ما أكو وقت للامتحان بالابتدائي؟ نعم أكو وقت على ألا يقل، التعليمات الامتحانية رقم 1 على ألا يقل الامتحان في الابتدائية عن ساعة ونصف. أكو مواصفات للأسئلة وصلتنا بها التعليمات الامتحانية؟ نعم التعليمات الامتحانية دفعت باتجاه أن يكون طبعا على ألا تقل الأسئلة عن 4 أسئلة، ودفعت باتجاه أن تكون الأسئلة موضوعية على حساب المقالية كي تعطي سلاسة بالإجابة وسلاسة بالتصحيح وشمولية للمادة. نقطة رقم 3 الامتحان الشفوي. أمتى نمتحن الامتحان الشفوي؟ قبل أسبوع من بدء الامتحان التحريري. حاطلنا حد نهاية إلى لو أبدي قبل أسبوع من بدء التحريري وأستمر إلى ما لا نهاية إلى نهاية التحريري. يقول وينتهي، النص القانوني يقول وينتهي عند بدء الامتحان التحريري. طيب هنا مسموح لي أستمر لو ما مسموح لي؟ لا ما مسموح لي، لأنه أكو نص قانوني يفرض علي أنه أنتهي من الامتحان الشفوي عند بدء الامتحان التحريري، لكن
للضمان الاستثنائية صلاحيات للإدارة العامة وللوزارة بتغيير إجراءات التعليمات لتسيير العملية في الظروف الاستثنائية. أكو مثل بسيط جدا على الامتحانات الشفوية، شو يقول؟ يقول إذا امتحن الطالب امتحان شفوي ثم غاب بالامتحان التحريري شنو مصيره؟ مصيره أنه يعتبر غائب بالامتحان التحريري وتوضع درجة الشفوي كدرجة نهائية لامتحانه. طيب إذا امتحن الامتحان الشفوي ثم أجل مرضي، احنا هسه امتحانات نص السنة، يعني ما ننتظر انه يصير اكمال. الشيء الوحيد اللي عندنا هو انه يتمرض، ياخذ اجازة مرضية. طيب ادى الامتحان الشفوي وتمرض بالتحريري، هنا من يمتحن من بداية السنة الدراسية بعد نصف السنة، يمتحن شفوي وتحريري؟ لو بس تحريري على اعتبار انه هو امتحن شفوي قبل. الامتحان وحدة واحدة، الامتحان وحدة واحدة، شفويه وتحريريه. أنا طبعا بالعربي شغلتي قشرة هنا فعادي ذكر عذرا. أرفع المنصوب وانصب المرفوع. فإذا أدينا الامتحان الشفوي ثم أجلنا الامتحان التحريري، هنا بعد نصف السنة نؤدي الامتحانين. نقطة رقم 4، العفو تسمعوني؟ إيه نعم أستاذ من أمس. نعم نسمعك. نقطة رقم 4، توزيع القاعات. هذه نقطة يعني ولو دكتور فلاح موجود ويا أستاذ منعم على عيني دكتور. العفو من فضلك. أنت قلت يمتحن إذا أجل التحريري مع نصف السنة. نعم. وراها يمتحن التحريري وياها الشفهي، حتى إذا ممتحن الشفهي قبل التأجيل مالته. نعم دكتور. يعني امتحان شفوي وتحريري ذيك متين حسب؟ لا ذيك الشفوي مال التحريري مال نص السنه. اي فهو بما انه اذا اجل نص السنه اجل الامتحان، بالامتحان الثاني يعني ورا اسبوع من بدء الدوام يمتحن امتحان تحريري وشفوي. متى حسب ذيك الدرجه يعتبرها مؤجل؟ وحتى باخير السنه دكتور، يعني هي تدري مو عندنا سعي سنة وعندنا امتحان نهاية السنة وتنقسم وتنجمع وتنقسم على اثنين. نعم. إذا ما حضر بالامتحان التحريري فتجمع درجة السعي السنوي مع درجة الشفوي وتقسم على اثنين. نعم نعم شكرا. حيا عندي كتاب التقويم والامتحانات اللي يريده أنزله إلى على الواتساب. نجي أكو موضوع مهم جدا هو توزيع القاعات والمراقبات. أغلبنا يعني أوجرت العادة على أنه المراقبات تكون آنية، نقعد الصبح نروح للامتحانات المدرسة نقول منعم روح للقاعة الأولى أو روح للثانية روح للقاعة الثالثة وهكذا. التعليمات الامتحانية تقول يجب أن توزع القاعات والمراقبات بصورة عادلة قبل أسبوع على الأقل مع أخذ تواقيع المراقبين للامتحانات كافة. فهي أتمنى أخوتي وأخواتي تنتبهوا لها. هسه تقريبا هيئنا أمورنا كلها، دخلنا المجال الجوي للامتحانات، عندنا أداة مهمة نشتغل بها أو نستخدمها بالامتحانات اللي هي شنو؟ اللي هي اللجنة الامتحانية. عدنا بنهاية السنة 3 أنواع من اللجان، وعدنا بنص السنة نوعيتين من اللجان. بنص السنة عدنا اللجنة الامتحانية ولجان الفحص والتدقيق، وبنهاية السنة عدنا اللجنة الامتحانية ولجان الفحص والتدقيق زائدا اللجنة التدقيقية. فاللجنة التدقيقية طالما احنا بنص السنة ما نشتغل بها لأنه هي مختصة بخير السنة، فراح نشتغل فقط باللجنة الامتحانية ولجان الفحص والتدقيق. موضوع مهم جدا يخص اللجنة الامتحانية، المادة 59 من نظام المدارس 30 لسنة 78 يقول تشكل اللجنة الامتحانية من المدير والمعاون بين قوسين إن وجد واثنين من المعلمين. أهل العرب يعرفون أنه هذا عدد ومعدود، يعني اثنين من المعلمين ما يصيرون ثلاثة
نهائيا قطعي. التقويم والامتحانات دزت لنا كتاب ايش قالت؟ قالت بما انه هنا منطيني صفه للمعاون، وبما انه الدنيا تغيرت قبل مدارس، قبل اغلب المدارس ما بيها معاون، هسه مدارس بيها واحد واثنين وثلاث معاونين، فبما انه المعاون صفه فمن صلاحيه المدير ان يدخل، يعني اتمنى اخوتي المشرفين واخواتي تركزوا لي على هذا الموضوع جدا، لانه يعني يتعلق بتشكيل اللجنه الامتحانيه اللي هي اساس شغل العمل الامتحاني. قبل عندنا مدير زائد معاون زائد معلمين اثنين، اذا ماكو معاون يصير مدير زائد معلمين اثنين، يعني يا اما ثلاثه يا اما اربعه فقط. هسه ايش عندنا ورا كتاب التقويم والامتحانات اللي قال لنا المعاون هو صفة، فمن حقك يا مدير المدرسة إنه تحط واحد واثنين وثلاثة. فالمدرسة اللي بيها ثلاثة صار عندنا كم عضو باللجنة الامتحانية؟ ستة، مدير زائد معاونين ثلاثة زائد معلمين اثنين، ستة صاروا. فمن حق المدير إنه يسويهم ستة ويسويهم خمسة ويسويهم أربعة على اللي يشوفه هو اللي ينفع بمدرسته. أتمنى تكون وصلت الصورة. هذه فيما يتعلق باللجنة الامتحانية. النص قانوني عندنا ضروري أن يشار إلى النص القانوني، إلى المادة القانونية اللي تشكل بها اللجنة الامتحانية حماية لأعضاء، لرئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية، لأنه في بعض المدارس ينقال أنا عضو باللجنة الامتحانية شي يصير برأس الرئيس، أنا ما لي علاقة. النص القانوني بالتعليمات الامتحانية يقول المسؤولية تضامنية، يعني إذا يخطأ العضو أصغر عضو باللجنة الامتحانية المسؤولية تطال الجميع. جرت العادة أن يقسم الأعمال، تقسم المهام بين أعضاء اللجنة الامتحانية، مو بالضرورة أنه تقسم المهام، إنما بالضرورة أن تؤدي العمل برمته بشكل تعاوني، بشكل يعني نقول بحب، بمودة بيناتنا. طيب النوع الثاني هو لجان الفحص والتدقيق. يعني ما عندنا صبورة، أريد عينكم على الصبورة من كل قوتكم. المادة القانونية اللي شكلنا عليها لجان اللجنة الامتحانية هي 59. طيب لجان الفحص والتدقيق إلها سند قانوني؟ ما إلها، لا بالقانون، لا بنظام المدارس الابتدائية، ولا بالتعليمات الامتحانية، لم يشر إليها إطلاقا. لكن وهنا لا يوجد نص قانوني، ولكن أنا هذا اجتهادي اللي أدلي به، لا ألزم به أحدا، ومستعد أنه يعني مطروح للنقاش فيما بعد. اللجان الفحص والتدقيق هي لجان خاصة بشهادة من؟ بشهادة التعليمات الامتحانية رقم 1 جيم الفقرة 5 تقول تفحص وتدقق الدفاتر في أي موضوع من قبل أعضاء اللجان الخاصة. طيب وين وردت عندنا لجان خاصة؟ عندنا وردت لجان خاصة بنظام المدارس الابتدائية المادة 39. شو تقول المادة 39؟ ثانيا تقول لمجلس المعلمين تكوين لجان خاصة من أعضائه دائمة أو مؤقتة للقيام بما يعهد إليها من مهمات لتنفيذ برامجه. طيب الامتحانات مو من برامج مجلس المعلمين؟ نعم من برامج مجلس المعلمين. لذلك اجتهادي الشخصي أنه طالما ما وردت بالنظام ولا وردت بالتعليمات، ولقيت قرينة بالتعليمات وبالنظام، فأنا أشكل لجان الفحص والتدقيق استناداً إلى المادة 39 ثانياً. بيها عدد محدد؟ لا ما بيها عدد محدد، حسب أعداد التلاميذ، حسب حاجة المدرسة إلى ذلك. هل هناك أقلام محددة وردت بالقانون للتصحيح بالأزرق والتدقيق بالأسود؟ لا، لم يرد نص قانوني، إنما ورد النص القانوني في نظام الامتحانات العامة المرقم 18 لسنة 87، وهذا خاص بالامتحانات البكالوريا، ما يختص بامتحانات الصفوف غير المنتهية،
إطلاقا. من أنهينا هذا الإطار الخارجي كله، راح نبدي نجيب الدفاتر الامتحانية من المخزن. أنا سميتها رحلة الدفتر الامتحاني من المخزن إلى المحرقة. الدفتر الامتحاني موجود بالمخزن، وراح أحاول أنه أمشي سرعة يعني، لأنه معلومات كلش كثيرة ووقت يعني قليل. تسمح لي دكتور؟ ألو أحكي أستاذ. أستاذ منع مكمل، يمكن الصوت يمكن أكو مغلق. لا أسمع علي، لا أسمع. عفو دكتور. دكتور راح أمشي سرعة. اي لان الوقت يعني هذا الزوم ما ادري 40 ما ادري 45 دقيقه. تمام. حتى اذا انقطع العفو دكتور راح نرجع نعيد مره الاخ يعني نكمل 40 دقيقه ثانيه ان شاء الله اذا احتاجينا. يا ان شاء الله. الدفتر الامتحاني انا سميته رحله الدفتر الامتحاني من المخزن الى المحرقه. فالدفتر الامتحاني موجود بالمخزن بامان الله. بلشنا الامتحانات، طلعناه من المخزن، جاب رئيس اللجنه الامتحانيه مدير المدرسه منذ لحظة بدء الامتحانات النصف السنة أو نهاية السنة، لا يسمى مدير المدرسة وإنما رئيس اللجنة الامتحانية. جابها ختم الدفاتر كلها، ختم المدرسة، يجي يوم الامتحان مجهزين أسئلتنا، مجهزين قاعاتنا، مجهزين كل شيء اللي حكيناه سابقا. فالمراقبين انطى المراقبين الدفاتر الامتحانية، شلون ينطيها؟ ينطيها عدا وبتوقيعهم، مع أخذ توقيعهم. وزعها للطلاب، بلشوا يمتحنون. المعلم المادة يوقع الدفاتر، يعني هنا المدير يختم أو عضو اللجنة الامتحانية يختم الدفاتر، ومعلم المادة هو اللي يوقع على المواد. من اللي يكبس الأسماء؟ يكبس الأسماء اللجنة الامتحانية. سلموا الدفاتر، انطوها للطلاب، امتحنوا الطلاب واسترجعوها. من يسترجعونها ايضا عدا، اذا تسلم الدفاتر الامتحانيه الى المراقبين عدا وتستلم عدا. طيب سؤال، هل هناك عدد محدد للمراقبين في القاعه الامتحانيه؟ نعم، هناك رقم محدد للمراقبين في القاعه الامتحانيه. ايش قد هو؟ يقول النص القانوني يقول لكل 20 طالب مراقب، على ألا يقل عدد المراقبين في القاعة الواحدة عن 2. لكل 20 طالب، طبعا هذا نظام الممرات، يعني بنسوي ممرات يعني خارجية، تدري أعداد كلش كبيرة تصير، فحنا نفرز حتى نعرف ايش قد نخلي مراقبين. كل 20 طالب لهم مراقب، على ألا يقل عدد المراقبين في القاعة الواحدة عن 2. استلمناها، إذا الدفاتر الامتحانية تسلم عدا إلى المراقبين وتستلم عدا. كبسناها، كملناها على حسب الأصول. هنا لمن نسلمها؟ نسلمها إلى اللجنة، لجنة الفحص والتدقيق. طيب شلون نسلمها؟ أيضا نسلمها عدا ونستلمها عدا بموجب سجل السيطرة الامتحانية اللي استحدث لإدارة العملية الامتحانية. هسه دخل الدفتر الامتحاني الى اللجنه، الى لجنه الفحص والتدقيق. طبعا السؤال يصحح بلون، والجواب والتدقيق يكون بلون اخر، يكون اكو محضر مصحح زائد مدقق. اكو سؤال مهم جدا جدا جدا، اتمنى يكون التركيز عليه قوي، وهو جرت العاده او تعودنا أنه نسمع لا تصحيح بعد التصحيح. يعني أنا مصحح، صححت العبد الناصر وانطيت 15، إجا دكتور أوس وقال لا والله أنا دكتور أوس أستاذ منعم انطى زيادة، أنا انطي 10. هل يحق الدكتور أوس أنه ينطي 10؟ هل يحق الدكتور أوس أنه ينطي 20؟ هنا السؤال مهم جدا جدا جدا. ليش؟ لأنه تعودنا أنه لا تصحيح بعد التصحيح. هنا يعني مكتب المفتش العام وجه كتاب المن للتقويم الامتحانات، قال لهم أثناء زياراتنا للمدارس وجدنا أنه بعض الدفاتر يتم تكثر فيها الشطب وتغيير الدرجات، فما هي قانونية هذا الإجراء؟
جاوبهم جاوبهم بكتاب التقويم والامتحانات. الكتاب يقول انه المدقق هو فاحص ثاني اثناء انعقاد، يعني هل النقطه مهمه جدا، اثناء انعقاد اللجنة الفحص والتدقيق المدقق هو فاحص ثاني. الكتاب موجود عندي رقمه وتاريخه، اللي يحب انزله له بالواتساب ان شاء الله. إذن هنا من آني مصحح أو دكتور أوس مدقق، من حق دكتور أوس إنه يصعد الدرجة وينزلها، بس هنا يصعدها وينزلها استناداً لشنو؟ استناداً إلى الأجوبة النموذجية اللي نحتكم لها آني ودكتور أوس. إذن جلب انتباهكم أكو فد شغلة مهمة، هي وهي شنو؟ وهي إنه المدقق لازم مو بس يأشر على الدرجة على السؤال وعلى وجه الدفتر، لازم يعيد متابعة تصحيح السؤال خطوة بخطوة. إذا مصحح لو مو مصحح، المدقق هو مصحح ثاني، سواء أنه قلمه راح يختلف. هنا أكو مشكلة يعني ألفت انتباهكم إلها، ممكن أنه يدخل الهوى، يعني الأهواء النفسية، أنه أنا أكره دكتور أوس، فدكتور أوس إذا يحط 5 أنا أحط 15، يحط 15 أحط 1. هنا العلاج لهذا الموضوع شغلتين، اولا هي مخافه الله سبحانه وتعالى، وثانيا انه منعم مسؤول عن توقيعه ودكتور اوس مسؤول عن توقيعه، يعني منعم من راح يغير الدرجه راح يوقع عليها بتوقيعه هو، فمن تطلع لجنه تحقيقيه راح صاحب التوقيع يكون مسؤول عن توقيعه. طيب ينسأل سؤال لاخ، وكثير ينسأل هذا السؤال، أتمنى هاي الفقرة اللي أوردتها تكون وضحت. أثناء انعقاد لجنة الفحص والتدقيق، أي قبل تسليم الدفاتر الامتحانية إلى اللجنة الامتحانية الرئيسية، هنا المدقق هو فاحص ثاني. بعد تسليم الدفاتر إلى اللجنة الامتحانية يدخل لنا التعليمات الامتحانية تقول لا يجوز التغيير في الدرجة اطلاقا لكائن من يكون. هنا على قول الضياء الخزعلي رفعت الاقلام وجفت الصحف، بعد ما بيها مجال. طيب اثناء الانعقاد اجى المصحح واخطا، واجى المدقق واخطا، هنا صار خطأين، يتعالج اللي ما يتعالج؟ يتعالج. شنو يتعالج؟ يتعالج حسب كتاب التقويم والامتحانات، رقمه كلش طويل موجود عندي، من إلى اللي يريده أقدر أنزله بالجروب. يقول ما نص الجواب: تقوم لجنة الفحص والتدقيق بتغيير درجة السؤال بلون مغاير للون التصحيح والتدقيق. انتبهوا علي إخوان، لجنة الفحص والتدقيق نفسها تغير السؤال، يعني تصحح الخطأ اللي صار، اللي أخطأته أخطأها المصحح وأخطأها المدقق أثناء انعقاد لجنة الفحص والتدقيق بلون مغاير للون التصحيح ولون التدقيق، ويوقع على تغيير الدرجة جميع أعضاء لجنة الفحص، وتدرج جميع الأخطاء التي حدثت بالرزمة الامتحانية بمحضر يرفع مع الرزمة على ألا تتجاوز، انتبهوا على هذه النقطة، على ألا تتجاوز نسبة الأخطاء 5%، وإذا تعدت ممكن يحالون إلى لجان تحقيقية للبت بالأمر. طيب هنا عالجنا شلون نصحح، وعالجنا شلون الخطأ النوب نصححه، نجي على موضوع مهم جدا، هو وين تنتهي مهمة اللجنة الفحص والتدقيق في نظام المدارس الابتدائية وفي التعليمات الامتحانية. لم يرد قطعا واجب من واجبات لجنة الفحص والتدقيق موضوع يختص بالجمع، سواء جمع درجات السؤال الواحد، يعني منعم يصحح ألف باء جيم دال بالسؤال الأول ويجمعه وينقله للدفتر، يجي عبد الناصر خما كلها على أوس، يجي عبد الناصر يجمع يصحح وراي يدقق تصحيحي، ويرجع يجمعها نفسها ويدقق جمعها بالغلاف الخارجي للسؤال الواحد. طيب زين، لعد هذا اسم الجامع واسم مدقق الجامع، الجمع اللي على وجه الدفتر المن
بالمناسبة أخوان، أيهما أقدس، أيهما أقدس أو أيهما أكثر رسمية، الدفتر الامتحاني اللي يطبع بمطابع شتى أم التعليمات الامتحانية؟ قطعاً التعليمات الامتحانية هي أقدس وأكثر رسمية لأنه هي تختص بشغلنا، أما الدفتر الامتحاني فحضراتكم أكيد شايفين ألوان وأشكال من الطبعات، وكل طبعة تختلف عن الطبعة الأخرى. أكو قسم جونا قال هذا من تكتب بسط ومقام، ومن قال من قال الطبعات تختلف لكن التعليمات لا تختلف. اسم الجامع ومدقق الجامع، هنا ما لقيت نص قانوني يبين لي هذا الموضوع بحذافيرة، سوى أني لقيت مهام اللجنة الامتحانية، هي من ضمن مهام اللجنة الامتحانية هو جمع الدرجات واستخراج المعدلات وتدقيق النتائج وإدخالها في سجلات وبطاقات الدرجات، وما لقيت هذا النص على لجان الفحص والتدقيق. إذن الأولى أنه أخذ بالتعليمات الامتحانية اللي تقول لي أنه اللجنة الامتحانية هي المسؤولة عن جمع الدرجات. ثم أكو موضوع مهم جداً، بعض الامتحانات بعض المواد بيها شفوي، والشفوي يكون درجاته عند اللجنة الامتحانية، فاللجنة الفحص والتدقيق ما تقدر تجمع نهائي إذا ما ترجع للشسمة، فهنا راح نقع بمطب. هل اللجنة الفحص والتدقيق تأخذ الدرجات من لجنة الامتحانية أم تعطيها الدفاتر؟ وعليه هذا اجتهاد مني أيضا لأنه ما لقيت نص صريح يعالج هذا الموضوع. أقول مهمة الفاحص والمدقق تنتهي بفحص السؤال وتدقيقه ورفع الدرجة للسؤال الواحد إلى غلاف الدفتر وبس، وراها تبدي مهمة لجان اللجنة الامتحانية الرئيسية اللي مهمتها تجمع الدرجات وتجمع ويا الشفوي وتطلع عندنا النتيجة النهائية وتجمع الدرجات وتستخرج المعدلات وتنقلها للسجلات وللبطاقات. سؤال من وصلنا إلى أنه حولنا كملنا الدفتر انتقلنا إلى وين؟ انتقلنا إلى القوائم المفردة والجامعة. أول سؤال يتبادر الذهن لأنه هذا خطأ جرت العادة عليه منذ آلاف السنين، يعني من صارت ما أدري أنا وعيت للدنيا لقيت القيود تكتب بالأسود بالجاف الأسود بالحبر الأسود، السجلات كذلك. وعليه السؤال هو بماذا تكتب الدرجات؟ النص القانوني في التعليمات الامتحانية وردت في التعليمات الامتحانية يقول تكتب الدرجات بالحبر الأزرق حصرا، ويمنع استخدام القلم الجاف والملون والرصاص. احنا قفل لو مو قفل؟ قفل. إذن أينما وجدت الدرجة بقائمة مفردة بقائمة جامعة بسجل درجات بسجل قيد عام، أينما وجدت الدرجة في بطاقة أي يعني النتيجة، أينما وجدت الدرجة فتكتب بالحبر الأزرق حصرا. طيب الصفر هنا شو يكتب؟ الصفر يكتب كتابة وليس رمزا، الصفر يكتب كتابة وليس رمزا. الغائب في الامتحانات حسب كتاب التقويم والامتحانات وموجود أنزله إذا تبون، يكتب الغائب هو غائب يكتب ينزل في سجلات وفي سجل القيد العام غائب وليس صفرا. ليش؟ كتاب التقويم والامتحانات يفسرها يقول لأن الصفر هي درجة دخل إليها التلميذ وأدى الامتحان ثم حاز على درجة مقدارها صفر. إذن الصفر هي درجة، الغائب غائب. زين كيف تصحح الدرجة؟ هنا نجي على موضوع يعني غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. عرفنا شلون نصحح الخطأ بالدفتر الامتحاني، هسه نجي إذا أخطأنا بسجل بالقوائم المفردة أو الجامعة أو سجل الدرجات أو سجل القيد العام. يا أخوان بعض المدارس خوفا من المشرف
خوفا من المشرف، خوفا من المساعدة، خوفا من اللجنة التحقيقية، خوفا من المسؤول، تلجأ إلى الاحتيال. وهذا الموضوع لو نفسرهم إياه، نوصل لهم الفكرة أنه أخوان المشرع من انطاك السجلات يعرف أنه أنت راح تخطأ، وأنت أقدس من سجل القيد العام، أنت أقدس من سجل الدرجات، طبيعي جدا أنه تخطأ، ولكن اخطأ وصحح خطأك بصورة صحيحة. الخوف من الخطأ خطأ، والخوف من الفشل فشل. طيب اجيت ونزل الدرجة سواء بقائمة مفردة أو جامعة أو سجل درجات أو قيد عام وأخطأت، شلون أعالجها؟ أربع حركات كفيلة بإنهاء هذا الموضوع، وردت مرتين في التعليمات الامتحانية، وردت مرتين في التعليمات الامتحانية، مرة تلميحا ومرة تصريحا، وردت في التعليمات رقم 7 تلميحا الخاص بالسجلات سجل الدرجات، ووردت في التعليمات رقم 1 لسنة 83 تصريحا. فماذا قال؟ قال عند الخطأ بنقل الدرجة أو جمع أو 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 فتصحح على النحو الآتي، تشطب وتصحح وتسبب، أي يبين السبب، وتوقع بالأحمر من قبل المدير. نعم تسمعني دكتور؟ تسمعون أخوان؟ نسمعك. نعم أستاذ نسمعك. واضح نسمعك. واضح أحسنت. نسمعك. إذن الخطأ يصحح بالحركات الأربعة الآتية: يشطب ثم يصحح ثم يسبب ثم يوقع بالأحمر من قبل مدير المدرسة. أيهما أولى، أن نأخذ بالتصريح أم بالتلميح؟ حتما وقطعا التصريح أولى بالأخذ به. إذن هنا كملنا شغلنا، نزلنا الدرجات، تقريبا أغلب ما موجود حاولت أنه أجمله في هذا الملخص على عجالة. أكو سؤال أستاذ. ورد من أستاذ أحمد عفوا بس إذا انقطع الاتصال راح نرجع ندخل مرة ثانية حتى يسألون أسئلة، لأن أعتقد هي 40 دقيقة راح يصير. عفوا إيش خلص الأربعين؟ إذا انقطع يعني ناس أتوقع راح تخلص. إيه نعم. إذا خلص ندخل مرة الأخرى للورشة. تمام. آسف جدا إذا طولت عليكم. آسف جداً. لا بالعكس أستاذ منعم، يعني معلومات قيمة، فإذا الأسئلة موجودة عندك يعني يا ريت تجاوب عليها. عندي سؤال واحد من أستاذ أحمد الفنية، يقول لجان الفحص والتدقيق من مسؤوليتها أنه تصحح 5 دفاتر مشتركة، هل لا زال العمل قائم بها أم لا؟ الجواب، تسمعوني أساتذة؟ نعم أستاذ منعم. نعم أستاذ منعم. لم يرد في التعليمات الامتحانية الخاصة بالامتحانات للصفوف غير المنتهية ولا نظام مدارس ابتدائية نص يلزم لجنة الفحص والتدقيق بعملية الفحص المشترك، إلا أن يركزوا لي، حطوا لي جواها خط. هذا الإجراء منين جاء؟ هذا الإجراء جاء من نظام الامتحانات رقم 18 اللي قلنا عليه. التعليمات الامتحانية اللي خاصة بامتحانات البكالوريا عندهم لجان فحص وعندهم لجان تدقيق، فيفحصون 5 دفاتر مشتركة حتى يصير تصحيحهم منفرد. لكن السؤال يا أستاذ أحمد والكل أخوتي، هل ما يسري على اللجان الفحص ولجان التدقيق في الكنترول يسري على لجان الفحص والتدقيق في الصفوف غير المنتهية؟ لا، هذيش قانون نظامه وحده، نظام امتحانات عامة وتعليماتها وحدها. فالجواب النهائي على سؤالك أستاذ العزيز، لا يوجد ما يلزم اللجنة الفحص والتدقيق بتصحيح 5 دفاتر مشتركة. شكرا أستاذ منعم. شكرا أستاذ منعم. لكن هل أستاذ منعم، هل هو محبث العمل بلجان الفحص والتدقيق للخمس دفاتر محبث يعني أن يكون له فائدة؟ نعم أستاذ منعم. احنا اتفقنا انه النص نقول لا مجال للاجتهاد في وجود النص. صحيح.
صحيح. واتفقنا انه من ماكو ناس نحاول نجتهد، وقلت لكم الشيء اللي ما بي ناس قلت لكم هذا اجتهادي. نعم. مسألة المحبب والمو محبب أنا ما أبيت بيها. لا، هل له فائدة العمل بالخمس دفاتر؟ يعني ممكن أنه أعمل به في مدارسي؟ ممكن؟ أنا ما أحب هذا الشغل، يعني النفس. نعم. النفس. نعم. شكراً. لأنه ما عندي قطاع قانوني لهم. تمام. أستاذ من عم سؤال. من راح يصححون مشترك راح يوقعون مشترك. صحيح. تمام. طيب أستاذ منعم. أستاذ منعم عفوا. نعم. أستاذ منعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أستاذ منعم. لا تصحيحه بعد التصحيح في حال إذا الدفتر كيف اسمه مو صحيح، إذا بعد تسليم الدفاتر إلى اللجنة الامتحانية، لكن إذا كشف اسمه بعد لا تصحيحه بعد التصحيح. مو ست، هو إحنا قلنا قبلها منو حضرتك؟ ست حنان. ست حنان عبد الله. حياك الله ست حنان. الله يحيي أصلك. حنان قلنا منو اللي يفتح الأسماء؟ يفتح الأسماء هم اللجنة الامتحانية. اللجنة الامتحانية. نعم أستاذ. فمن سلمت الدفاتر إلى اللجنة الامتحانية، اللجنة الامتحانية مباشرة راح تفتح الأسماء. إذا أخذ بعد تسليم الدفاتر أو بعد فتح الأسماء. هن اثنين هن جاي يصيرن باللجنة الامتحانية. نعم. هنا لا تصحيحه بعد التصحيح. نعم. أستاذ منعم تسمح لي؟ تفضل دكتور فلاح. يعني إحنا هنا نعم يعني قد يكون هذا الناس أو تعليمات، لكن بالنتيجة يعني أكو ظلم للطالب. يعني اليوم شنو قيمة، يعني شنو قيمة أن اليوم أعاقب لجنة الفحص أو التدقيق أو اللجنة الامتحانية والطالب هو ناجح ومنطي درجة الرسوب، والله أنا ما راح أقدر أصحح. مضبوط والله. لابد يعني لابد من أخواننا المشرفين، يعني إذا ظهرت مثل هيك حالات، وبالتأكيد إحنا يعني عرفنا بالسنوات الماضية الكثير من الطلاب انظلموا بسبب لا تصحيح بعد تصحيح. يعني نرجو نسجل إنه هاي المحاضرة قيمة ونكتب من عندها يعني شنو بالإمكان نرفعها إلى اللجنة الدائمة، نرفعها إلى الامتحانات تقويم، نقول لهم إنه هاي الفقرة يعني بيها ضرر، وهذا الضرر يعني نتيجة يعني راح يتسبب إعادة سنة للطالب. هل بالإمكان إيجاد نص أو تعليمات جديدة بخصوص هذه الفقرة؟ يعني على سبيل المثال إحنا نكشف الاسم عندنا ترفع إلى لجنة التقويم والامتحانات، هم يتخذون هذا القرار بالموضوع. أما أنا أخليها أنه الطالب ينظلم ويعيد سنة وقد تسبب له هاي السنة رسوب سنة ثانية وينفصل من الدراسة الصباحية بسبب خطأ لجنة قد تكون هي قصرت في موضوع معين. دكتورنا أستاذنا العزيز تقريبا الظهر هيك كنا نتناقش بهذا الموضوع. دكتور احنا اقرب تعليمات امتحانيه ان هي عام 1983، واقرب نظام امتحانات نظام مدارس عندنا هو مال سنه 78. مرور الايام مرور السنين وتعاقب الاجيال اكيد هاي الانظمه والقوانين تظهر بها قصور. نظام المدارس بقصور، نظام الامتحانات بقصور، التعليمات الامتحانيه بها قصور. وإحنا قادرين حقيقة يعني الإشراف التربوي في الكرخ الأولى قادرين على صياغة دراسة كاملة بمواطن القصور ومعالجتها إذا تحبون. أحسنت أستاذ منعم. يعني خلي يعني ننطلق من هذا الموضوع. عظيم. إنه إحنا نشكل لنا لجنة، نشكل لجنة من الإشراف التربوي والاختصاصي. عظيم. نحضر شنو نقاط الضعف، شنو بالإمكان يعني تبديلها، ونسوي لنا فد مؤتمر لمدة يومين. عين عيونك. مؤتمر لمدة يومين نناقش وننطي بها التوصيات ونرفعها للوزارة. أنا يعني إن شاء الله بالوزارة أيضا نرفعها للجهات المعنية، نرفعها إلى لجنة التربية والتعليم مجلس النواب، نصحح من هاي القوانين والأنظمة. وهي يعني مثل ما أنت تفضلت يعني صار لها من الثمانينات، بالتأكيد هنالك يعني تعديلات وأمور يعني ظهرت، يعني لازلنا ما نقدر احنا نتخذ القرار بتصحيح هذه القوانين القديمه. فيعني اتمنى يعني من حضراتكم
تشخصون ذني ويسوي لنا مؤتمر لمدة يومين إعادة النظر بالأنظمة والتعليمات والقوانين لوزارة التربية ونرفعها كتوصيات بإذن الله. شكرا لك. عين عيون حاضرين. أبو دكتور فلاح وأستاذ منعم، إذا ممكن هي موجهة التعليمات يعني العام وأول عام أنه من حق المدقق يعترض على درجة المصحح قبل فتح الاسم، يعني نعطينا أهمية للمدقق، كان المدقق شغلته بس يشوف نقل الدرجة، بس هسه صار إلى دور أنه يشوف حسب الأجوبة النموذجية، يشوف إذا جوابه صحيح والمصحح ظالمة، من حق المدقق يعترض ويصلح. هاي هم جتنا بها التوجيهات، وبالعكس هاي السنتين حسينا هواية المدقق صارت له قيمة أنه بدأ يعني يقدر يعترض على المصحح، بس شرط العملية أنه الاسم ما مفتوح. وجزيل الشكر لكم. السلام عليكم. هذا أنا راقي سعدون. إذا تسمحي لي أجاوب. طبعاً الموضوع مو جديد ست راقية والأخوة الأعزاء. التعليمات الامتحانية رقم لسنة 83 قالت بالنص قالت لا يجوز تغيير أو تعديل الدرجة في الدفتر الامتحاني بعد، ركزوا على هذا الموضوع، بعد تسليمها إلى اللجنة الامتحانية قطعا أو مطلقا. هنا من جد قبل سنتين جت الكتاب التقويم الامتحانات، مو إجانا بشيء جديد، إجانا فقط فسر النص القانوني، قال يا أساتذة أنتم طالما النص القانوني يقول لكم ورا ما تسلمونها، إذا قبل ما تسلمونها عندكم إمكانية. فأنت إحنا بالمناسبة يعني أنا عن نفسي شخصيا أنا أشتغل بهذا قبل صدور التقويم، كتاب التقويم والامتحانات، وإجا كتاب التقويم والامتحانات معضد لرأينا لأنه فسرنا المادة القانونية صح، فهو مو جديد لكن هو جاء تفسير لنص قانوني. حياك الله استراقي. عيني أستاذ منعم، أكو في السؤال طبعا من العام صار أكو في الحالات عندنا، ويمكن دكتور فلاح كان عنده علم بها، أنه من يدخل الطالب إلى الامتحان ويكتب اسمه على الدفتر، وبعض الحالات خاصة طلاب الإعدادية يصير عنده حالة أما يتخربط أو يصير عنده حالات عصبية فيوقع الطالب بعد ما داخل بس كاتب بس اسمه. بهذه الحالة هو ممتحن مثلا شفهي خاصة إذا كان لغة إنجليزية يعتبره يحطوا له صفر بالمادة، وهذه حالات خاصة الطلاب ينظلمون بها، طلاب اللي يعني صار عندهم مثلا انتساب إلى المدرسة اللي هو ما عنده معدل فصل الأول، فيا ريت من ضمن الحالات اللي تدخلها. نعم. تحددي لي مرة تحكي لي على البكالوريا ومرة تحكي لا لا مو بكالوريا استاذ، مو بكالوريا، احنا نحكي عن حالة نصف السنة. نصف السنة العام صارت عندنا حالة في إحدى ثانوياتنا، طالبة دخلت نصف السنة وصار عندها حالة صرع، دخلت كتبت اسمها وفرعدها بعدها ما حل ولا سؤال، ولكن كاتبة اسمها على الدفتر اللي قدروا يطوها ورقة صحة حتى تأخذ إجازة واعتبرت راسلة بهذا الدرس، وكانت هي للعلم يعني كانت هي أصلا يعني نسوي انتساب، لو ما كان عندها يعني ناجحة في درس ورسمت بهذا الدرس لو كان انحرمت حتى من الامتحانات، فيا ريت تكون أكو فد يعني تصحيح أو فد نظر في هذه الحالات. هاي من ضمن المظالم اللي حكي عليها دكتور فلاح. نعم هو احنا العام وصلناها لدكتور فلاح وكان الى يعني الى قرار بهذا الموضوع، بس يعني احنا كنا يعني من ضمن حسب التعليمات الامتحانيه فما قدرنا نتخذ اي اجراء. تمام صح صح جدا. ارجو الاستعجال بالاجابه استاذ منعم عن الاسئله وان لا تكرر الاسئله من قبل المشرفين، يعني اللي طرح السؤال بعد لا يكرروا الاخوه المشرفين نفس السؤال اخر. نعم. نعم سؤال آخر، إذا عدد القاعات 12 وعدد المعلمين 22 معلم ما هو الحل؟ 12 في 22 عدد يعني المعلمين 22 وعدد القاعات 12 يعني 6 عزيزة. هذه عملية هذا السؤال ما ممكن تسأل هاي من أحد المشرفين أستاذ غريبا. من حضرتك؟ لا استاذ منعم هذه يعني داخلي من ضمن الشات حاطين اسئله بالشات فدا اقول لك اياها استاذ منعم. ست اسراء هذا مو يعني مع احترام اللي حط السؤال يعني قسم 22 على 12 اكيد راح يظل عندنا ناقص 2، لكن هنا من نجي نقول دور مدير المدرسه اللي هو قائد مثل ما قلنا بالبدايه هو القادر على انه يتلافى هذا الموضوع، واكيد المشرف المتابع وياه يعني، ولا شلون يعني مثلا ما أقدر أجيب لك نص قانوني يقول تقرضوا من غير مدرسة.
زين، سؤال آخر، هل يحق لتلميذ التلاميذ الدخول للمدرسة بعد توزيع الأسئلة قانونا، وكم الوقت المسموح به للدخول التلميذ المتأخر عن الامتحان؟ لا يوجد نص قانوني. النص القانوني يقول يبدأ الامتحان الساعة 8:30 نص السنة، الساعة 8 أخير السنة. لا يوجد وقت سماح نهائي. ظلت الحالات الإنسانية هذه مو أنا اللي أقدرها، لكن تسألين قانونا هو دخول الامتحان هو الوقت الفعلي للامتحان. سؤال آخر، إذا تم أمتى نسمح للتلميذ بالخروج؟ دائما يسأل هذا السؤال، أمتى نسمح للتلميذ بالخروج؟ كتاب التقويم الامتحانات يقول بعد مضي ساعة من بدء الامتحان. شكرا أستاذ. إذا تم جمع درجة السعيد مع الشفوي ولم يمتحن التلميذ تحريريا وكانت النتيجة ناجحة، يعني يعتبر ناجح عادي مو صحيح؟ طبعا يعني ماكو داعي لهذا السؤال. تمام أستاذ. هنا كاتبين أكو يقول أكو لاقي مرات حالات تصحيح، يعني هاي يمكن أكو أخطاء يصير من يحطون الأسئلة على توزيع الدرجة على الأسئلة. سؤال ما يعني ما مفهوم، كاتبين راح نلاقي مشكلة في حالة تصحيح جميع الأسئلة والجمع يكون 120، فكيف تتصرف اللجنة؟ ما فهمت السؤال. يعني مرات بعض الأساتذة سؤال حضرتك. نعم قلت أقترح أنه اللجنة الامتحانية هي تجمع الدرجات للدفاتر، نعم مو لجنة التصحيح، فقلت لك راح نلاقي مشكلة إذا جمعنا وطلع المجموع 120 ست أسئلة صحيحة، كيف نتصرف بهذا الشكل؟ اللجنة الامتحانية يعني قصدك يعني مثلا ما تاركين لو شلون؟ لا هم كلهم يعني ما جمعوا، لأنه حضرتك قلت اللجنة الامتحانية أفضل هي تجمع فقط. نعم. المصحح هو يصحح. لون راح يصير 120 سنة؟ فراح يصير 120 مثلا إذا ست أسئلة هي ومصححين ما يدرون هم ياهو التارك، لأن ما جامعين حتى يعرفون هذا. هو سواء لجنة الفحص والتدقيق ولا اللجنة الامتحانية؟ المتعارض عليه الامتحانيه راح تجمع. حضرتك تقول اللجنه الامتحانيه راح تجمع، تمام ليش حاله شلون ست العزيزه؟ سواء لجنه الفحص والتدقيق او اللجنه الامتحانيه راح تتبع نفس الاجراءات، راح تترك السؤال الاخير. نعم فما قال زين منو شلون هم يكتبون لو يرجعوا للجنه تكتب؟ لا هم يكتبون، ماكو اشكال بالموضوع. ليش يعني هم يكتبون اللجنه الامتحانيه تكتب الدفتر؟ ما ليش لا، يعني راح تشطب مو تكتب. هي لازم تكتب ترك، شنو تشطب؟ استاذ منعم، استاذ منعم عفوا، يعني في حاله انه التلميذ ما كان كاتب ترك على اي سؤال يهمل السؤال الاخير من قبل لجان الفحص والتدقيق. لكن مين راح يكتب ترك؟ اللجنه الامتحانيه لو يرجعوا للجنه الفحص هي تكتب. وشنو الفاير من انه اللجنه الامتحانيه تكتب ترك؟ يعني شنو الفرق الامتحاني بالموضوع؟ كتبنا ماكو اشكال اذا اللجنه الامتحانيه هي تكتب. شنو الفرق بالامتحان؟ هاي بس ردنا نعرف انه من حقها تكتب بالدفتر. منو حضرتك؟ استاذ سميره. استاذ سميره هلا استاذ منعم. سؤال اخر، اذا كان هناك عدد قليل من المراقبين هل يحق للمشرف المتابع المراقبه لحين توفير المراقبين؟ حصلت معي بالأمر الوزاري أحد المشرفين مشرفة حنان. ست العزيزة ست إسراء، يعني أنا أسأل يعني هذا الموضوع أكيد راح أجاوب عليه يعني اجتهادا، ما راح أجاوب عليه قانونا. ليش؟ لأنه ماكو يعني القانون ما يفترض أنه منعم يغيب ولا يفترض أنه إسراء تغيب، راح يحط قوانين بما على اعتبار انه المعلمين موجودين واللجنه الامتحانيه موجوده، ما راح يفترض هيك فرضيات. لكن تساليني انا اقول لك الامتحانات يعني بالبكالوريا انا اكثر من مره راقبت على قاعات، لانه ست العزيزه هو القائد اللي يقدر يتلاقى الامور الاستثنائيه وهذا امر استثنائي. طب منعم عفوا، يعني حست معي يعني هي هاي الحادثه انه المراقبين ما قبلوا يجون بأبو غريب، فما قبلوا يجون يراقبون، اضطريت انه انا ادخل القاعه الامتحانيه واراقب ويا المراقبين. شو اسوي يعني؟ لان المدير مشغول باعداد يهيئ الامور المركز الامتحاني، اضطريت انه ادخل. ف يعني تلافي الاشكال.
وعفي عليك شنو انت قائد وتلافيتي تلافيتي حدث طارئ يعني هذه من الزينات. دكتور منعم سؤال ابو زحمه الله يبارك فيك. حين يا ابو سعد. دكتور حميد فياض مشرف حياك الله ابو سعود وحيا الله دكتور فلاح القيسي استاذنا الله يحفظك ويسلمك. المدارس مالتنا مال قاطع ابو غريب كثير النصر والسلام والمناطق الريفيه اغلبها انه الكادر قليل لانه التوزيع مال القاعات الطلاب قصدي بالقاعات على مدى التباعد والسلام والشغلات اللي سويناه احنا وبلغنا به الدكتور او سيدري سويناهم قطاعات حتى نستغل بدل ما اثنين في القاعه يصير واحد كل 20. ليش يضطر المشرف مثلا يقف مثلا قاعه يشمع عندنا الالقاب وعندنا ماء والجو حلو؟ هذا اللي سويناه احنا. استاذ ابو سعد ممنون جدا لسؤالك. بالنظام الامتحانات بنظام المدارس الابتدائيه شو يقول؟ يقول حصة المعلم الواحد أربعة لا تزيد عن 24 حصة، من 24 إلى 28 حصة، صح؟ طيب من المدرسة حصة المعاون من 6 إلى 12 وحصة المدير من 3 إلى 6. طيب من يكون حضرتك مدير مدرسة وما عندك غير 3 مدرسين أو معلمين أو 4 معلمين وعندك مدرسة كاملة، مو الحصص مرات توصل للأربعين؟ أكيد أدنج. ليش أنت سويت هيك؟ لأنه أنت مضطر، يعني ما عندك خيار آخر. كذلك أستاذ أبو سعد إحنا بالظروف الاستثنائية من 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 القائد يواجه فرض ظرف معين يستوجب منه الارتجال، وهذه أحد الظروف اللي تستوجب الارتجال. وهذا هو اللي سوينا دكتور، اللي تعلمناه من الدكتور فلاح من الدكتور أوس بشرف. فعافية عليكم. بارك الله بكم. سعد عبد المنعم عين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شرف وجود السيد الوكيل معانا الدكتور فرح القيسي. جنابك ذكرت مساله عبد الرحمن احمد مشرف التربيه الاسلاميه. حياك الله استاذ عبد الرحمن. حياك استاذ. انت ذكرت جنابك بالنسبه تكتب الحبر القوائم ما يتعلق بها بالحبر الازرق حصرا، بس أريد أسأل جنابك يعني. إحنا نعمل بالقانون لو بيروح القانون؟ لا بالقانون فيما يخص الإجراءات الامتحانية بالقانون أستاذ عبد الرحمن. تمام أستاذ، ولكن جنابك أستاذ والجميع الضرورة تقدر بقدرها. أنا أقول إذا راح نلزم الإدارات والمعلمين والمعلمات إلا بالحبر الأزرق راح تصير مشقة، وجرت العادة بأنه تكتب العالم بده تكتب بالحبر الأزرق. سوفت البديل سوفت بديل سوفت بديل سوفت بديل استاذ، بس يعني هي مشت الامور. يعني انا اقول سهل بشروا ولا تنفروا، الامور نمشيها ما زال الامور طبيعيه، خلي الامور تمشي. وكذلك ما يقول حتى بالشرع احنا يقول ما تعرف عليه عرفا كالمنصوص عليه شرعا، يعني التسهيل من الى السهوله وتدليل الامور للناس. بارك الله استاذ عبد الرحمن بروح عويك. استاذ عبد الرحمن انت ما تدخل لي شغلات الفقه بشغلات الامتحانات، واخر شيء تدخلنا للنار، هذه حطها على صفحه. انا ادخل بالنار يعني كل ما ينطق بالشهاده ويدخل الجنه، ابشر. حتى لو صلاته نص ونص ابشر. اي والله يا دكتور عيني استاذ. ماكو مشقه بالموضوع دكتور اوس، فسر لك الموضوع. السوفت موجود ومتوفر ورخيص جدا، وموجود مثل ما موجود القلم الجاف. استاذ العزيز اذا ما تراخينا عن موضوع الحبر الازرق، يعني بالمناسبه يعني يمكن الدكتور فلاح ومن ثم الاخرين كلهم اساتذتي واخوتي الكبار يعرفون انه هسه نزل للسوق موجود المساحه مال قلم الجاف وموجود ومتوفره. علاش نقول نحكي قصص؟ موجودة المساحة مال قلم الجاف. فيا أستاذ عبد الرحمن إحنا نلتزم بهذا الموضوع اللي ما بيه لا مشقة ولا كل شيء، يعني ما أعرف وين المشقة حتى ما ننفر. وهذا اللي عندي. سؤال آخر. السلام عليكم أستاذ منعم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا المشرفة عروبة إبراهيم تربية فنية. بارك الله بك على هاي المعلومات.
الله يسلمك أستاذ منعم، أريد توضح لي دور اللجنة التدقيقية بنهاية السنة شنو يقصد بي فور إعلان النتائج؟ أريد أعرف. ست العزيزة فور فور إعلان النتائج. نعم طبعا دكتور أوس حذرنا وهددنا إنه ما نحكي غير على نص السنة، بس يعني أستميح عذرا إنه إذا يجاوب عليها. إذا إذا يقبل دكتور أوس بعد إذنه. تفضل أستاذ منعم جاوب على هذا، جاوب على هذا السؤال. الله يسلمك ممنونة. الله ممنونة إليك. ست عروبة عيني، فور إعلان النتائج هو مصطلح ورد بالتعليمات الامتحانية فيما يخص اللجنة التدقيقية. طبعا رفعنا أكثر من كتاب لتقييم الامتحانات، فسرونا تقصدون فور يعني بعدها لو فور قبلها إلى أن جاءنا كتاب التقييم الامتحانات الموجود حاليا تحت اليد، إذا تحبون أنزلكم إياه بالجروب. فسر فور إعلان النتائج، قال عندما يكمل مدير المدرسة تنزيل الدرجات في القوائم المفرطة والجامعة ومن ثم سجل الدرجات، فيعتبر هذا الإجراء إعلان النتائج لكي نتلافى، ركزي على هذه النقطة. نعم. لكي نتلافى الأخطاء الواردة حتى نقدر نبلغ التلاميذ قبل ما نسلمهم النتائج. إذن فور إعلان النتائج هو قبل إعلان، يقصد تنزيل. تمام. يعني من تنزل بالسجلات وبعد ما تكونون دققوها وقبل إعلان النتائج للطلاب. تمام. إيدي. قبل إعلان. ممنونة. يا حياة. سؤال آخر. السلام عليكم أستاذ منعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أكرم وشرف تربو. يا مليون هلا مليون هلا أستاذ أكرم. بيكلم هلي بيكلم هلي. أستاذ سؤال بلا زحمة، هل يجوز المدير المدرسة إخراج الطالب أو التلميذ أثناء الامتحانات أول يوم الامتحان بحجة أنه ما مشمول بسنة عدم رسوب، علما أن الطالب صف ثالث متوسط راسب سنة وتارك سنة؟ هذا السؤال يعني يخص المتوسط أستاذ أكرم. إحنا على مود نتشعب يعني بال ونروح نطلع من الخط الابتدائي، فأتمنى يوجه هذا السؤال إن سمحت. يعني إن سمحت شكرا أستاذ أكرم. شكرا جزيلا. شكرا ونستفسر من الإشراف الاختصاصي حول هذا الموضوع. شكرا شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا حبيبي أستاذ أكرم. سؤال آخر. نستمع يمكن من دكتور فلاح فد كلمة، لأن إحنا طبعا نستثمر دائما وجوده ويانا. شرف إن شكرا سيد منعم. أكو توصيات بخصوص الدرجات الحرجة بنص السنة؟ نعم دكتور. إذا تسمح لي، الدرجات الحرجة والدرجات اليائسة التعليمات الامتحانية رقم 2 أوصت يعني بالتقليل من الدرجات الحرجة واليائسة، لكن السؤال اللي يسأل دائما سؤالين يسألين، هل الدرجات الحرجة تستخدم أو تقلل في امتحانات نصف السنة وأخير السنة، أم أن مجالها هو اليومي والشهري؟ جاوبت علي التعليمات الامتحانية وقالت أنه مو ميدانها امتحانات نص السنة وأخير السنة، ميدان التقليل من الامتحانات من الدرجات اليائسة والحرجة هو الامتحانات اليومية والامتحانات الشهرية. المن تعود لا يوجد نص، يعني كرر النص أكثر من مرة، لا يوجد ما يجبر المدرس والمعلم على وضع درجة معينة، لكن لأنه من باب تحفيز الطالب وعدم يأسه التوصية بالتقليل من الدرجات الحرجة واليائسة. شكرا دكتور. شكرا لك. شكرا استاذ منعم وشكرا لكل المشرفين المتواجدين ويانا يعني. شرف لي. واقدم شكري ايضا للاستاذ أوس ست سراء يعني على هاي الفرصه والمعلومات القيمه، وان شاء الله المشرفين استفادوا من العدد. واحنا يعني بالتاكيد اني معلومات المفروض كل ادارات المدارس يعني يعرفوها، واحنا سوينا جوله انا واستاذ أوس على بعض المدارس والحمد لله يعني كانوا تطبيقهم للانظمه والقوانين يعني كانت جيده جدا. جزيل الشكر والتقدير لك استاذ منعم لكل الاخوان الحاضرين. شرفنا بوجودك دكتور فلاح. شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور. اريد
أريد من الأخوة. نعم دكتور تفضل. هم أيضا مشرفين يعني ومتابعين على المدارس الابتدائية. نعم. يعني عدم تواجد الطلاب خارج المدرسة. نعم. والصفوف الريدة مكتظة. نعم. يعني بأعداد الطلاب. إحنا قلنا بين 10 إلى 15 طالب بالنسبة للصفوف الكبيرة. نعم. ونرجو الالتزام بالكمامات لأن يعني بالحقيقة إحنا جازفنا بالامتحانات وتحدينا وزارة الصحة رغم إنه هم ما كانوا راضين على هذا الموضوع. فنتمنى إنه تنجح تجربتنا إن شاء الله وإن شاء الله ما تصير إصابات بين ملاكات التربوية بين أبنائنا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا. وجودك كان فخر لنا إسناد إن صراحة تواجدك كان جدا مهم. وأنا أشكر أستاذ منعم الشبيب على هذه المحاضرة الإدارية القيمة اللي خصت امتحانات نصف السنة. أشكر أيضا ست إسراء اللي أشرفت على الورشة. أشكر الأخ أستاذ عبد الناصر اللي حضر ويانا مدير إعداد التدريب. أشكر جميع الأخوة وأشكرك دكتور فلاح مرة أخرى وبارك الله بك وجزاك الله ألف خير عنا. شكرا عيني وشكرا أستاذ ناصر. شكرا دكتور فلاح. شوفكم بخير. عفوا دكتور دزينا الرابط على الشات اذا هاي بس تدخلون عليه سجلوا الحضور حتى نسوي به يعني حضور مالتكم بشكل كامل. وشكرا لكم وممنونين. وشكرا استاذ منعم. انا ممنون جدا ممنون جدا للحضور. شكرا استاذ موجوده تسجلت عرفتوني. شكرا الله يخليك. شكرا بارك الله فيك. راح نرجع الله يبارك راح نرجع ننزلها ان شاء الله على جروب الاسراء. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. شلون شايف عليكم السلام. على وقت نعم. ممكن تسجيلها لانه الصوت دا يروح ويجي وما افتهمنا كل شيء. اذا كنت تسجيلها حبيب حتى تنشرنا اياها على حبيب سجلناها بس راح تنزل ان شاء الله كرابط على الجروب مال الاشتراك ان شاء الله. بارك الله بك ست اسراء. بارك الله بك. شكرا. السلام عليكم. بارك الله بك انت ست اسراء. عيني ستي ست اسراء. نعم. أنا ست خلاص مشرفة اللغة الإنجليزية. أهلا وسهلا. بس الله يسلمك. يعني ست بس أريد أكد على صف رابع. نسب صف الرابع من ضمن المراحل الأولى عدم رسوب بي يعني. نعم. هذا هم نتأكدون على المدارس لأن دي يصير على أساس يعني مشاكل هواية. تقول الطالب ما جاوب بالدفتر الامتحاني والشفهي. نعم. ما حطت له درجة يعني مالت نجاح. فمن يصير القسمة جمع وقسمة على 2 تطلع درجة رسوب. هو الكتاب صريح من المناهج إجابة عدم رسوب صف رابع ما في رسوب الإنجليزي. عاشت إيدك. إن شاء الله راح توصل هاي المعلومة جميع الأخوة والأخوات المشرفين حتى يبلغون المدارس والمتابعة. شكرا لكم. شكرا إن شاء الله. شكرا عيني. شكرا. مع السلامة عيني. السلام عليكم. عافية. عليكم السلام. هلا استرجع. هلا قلب. يعني مو ما صار لي مجال احكي بس عندي اذا ممكن يعني يصير القاعة الامتحانية مراقب واحد. استاذ منعم موجود؟ استاذ منعم او استاذ اسراء او حضرتك المدير العام. نعم ست اسراء انا جاوب عليها. يعني اذا عدد الطلاب احنا اذا عدد الطلاب احنا حاطينهم بين 10 و12 ماكو مشكلة. مو يعني احنا القاعات يعني هوايه والكادر كلش قليل بالنسبه لابو غريب. ايش قد موزعين يعني كلش احنا ايش قد موزعين بالقاعات ايش قد موزعين 17 الى 20 حسب يعني الطلاب ما شاء الله 800 طالب بالمدرسه وقاعات كلش يعني قليله فاضطريت اخليهم 20 لازم من 17 ل 20. والقاعات كبيره والله يعني يعني زينه كان يصير يعني المهم العفو داخل يصيرون مرحلة الصباحي ولا ظهري يعني ساعة بالعشرة مو ذولة يعني مو مدرسة واحدة دوام صبحي ودوام ظهري وراها مع أميهم يجوهم يعني المشكلة صار يعني هواية هواية زخم على المدرسة. الأمية أجلوهم خليها أجلوهم على غير يوم. أستاذ من أستاذ أوس حضرتك العفو دكتور فلاح دي جابج. دكتور فلاح دي جابج. يا عيني أهلا أهلا اهلا وسهلا. هلا كل هالاستاذ فلاح استاذ يعني بارحة قلت لهم يعني صار الزخم صار زخم عندنا المساء جو هوايه ودخلوا ويا الطلاب وطلعتهم برا والاخ المشرف يعني ضاج قلت له اخي مو ما يصير يعني يصير تضارب بين المحلوميه وبين دوامنا
دومنا ما شاء الله يعني تقريبا 800 طالب بالمدرسة، يعني صارت كلش إشكال. إحنا ما أعرف شون الحل هذا العزيز. إحنا ست العزيزة عيني. أنتوا كم مرحلة، متوسطة لو إعدادية لو شنو؟ لا ابتدائية اثنينهم والمحل أمي ابتدائية. المرحلة الأولى سويها من 8 للعشرة. نعم. المرحلة الثانية إذا أعدادهم قليلة هم الثاني والثالث. هو أنا قسمتهم العصر. هو أنا الصبحي قسم من 12 للعشرة، والوجبة الثانية من 10 ل 12، والظهري نفس الشيء قسمته من 12 للثنتين ومن الثنتين للأربعة. خلاص والأمية يخلوهم من 4 ونص. لا يجون يجون ورا. أقول لهم إن شاء الله يتوتر. أي. ها خوش مهم محل أمية جو من 10 ونص ويا الدوام الثاني. يحفظك إيه كمان كبار ويعني مشرفة إسلامية كبار بمنطقة واحدة يعني تمشي الأمور. ألو أقول الكبار هم دول الكبار جماعة الأمية غير كلهم كبار دكتور كلهم كبار. أي خلاص يعني بالأربعة زين يعني الشمس هسه زين. عندي حل إذا ممكن أكو مدرسة قريبة الإمام علي وعندنا المبدع اثنينهم ما بيهم بس دوام واحد، يا حبذا يعني يكونون المحل أمية يتحولون هناك لأنه ذولا صبح وظهر وكل مدرسة 800 طالب. أنا موافق إذا بلغوا ولازم يعني أريد فشي رسمي خلال هاي الأيام يعني بعدنا بداية امتحان صعب علينا. علواء تقول ست رجاء بلغي استاذ شاكر بلغي استاذ شاكر قولي تبليغ سيد المدير العام مدير قسم الأبا غريب. أنا البارحة طلعت أستاذ أوس وما قدر ما حصلتك يعني كنت مشغول. أستاذ أوس عيني اتصل بأستاذ شاكر نوجه المدير العام هذا الجانب عيني. صار دكتور تومر يعني أرجو أن القاعات ما تكون يعني ما تكون كبيرة بالمدرسة. إيه أول يوم شفنا هاي الصعوبة بس إن شاء الله اليوم الثاني يعني نرتبها. صار دكتور هاي صار. زين صرت تبليغ من عندكم من حضرة محسن من عندكم. أنا حبلغ ست رجاء هاي أنا أبلغ يكون أستاذ شاكر يعني يتبلغ منك أو من أستاذ أوس. أنا أبلغ ست رجاء أنا أبلغ أوس راح يبلغ عين ست رجاء أستاذ أوس راح يبلغ دكتور أوس راح يبلغ ويحرك إن شاء الله. الله يبارك فيكم إن شاء الله. تسلم العفو. احنا طبعا مدرسة النعمان كان بها ايضا محو امية ولكن محو الامية كان يمكن ست طالبات. الباحة فرغنا لهم صف حتى يعني قدرنا الصفوف كانت اكثر فلا جوي بالوحدة فما رد نصير اشكال ففرغنا واجل امتحان. اي عاشتي هم انتوا صرفوا يعني وفق ما انتوا يعني لا تنتظرون تعليمات خلي المشرفين هم يصرفون. المهم ما يصير تقارب بين الطلاب ويصير زخم بالصفوف. بالعكس والله دكتور يعني البارحة قلنا لها فرغنا لهم صف لمحو الأمية اللي هم 6 دارسات خليناهم وبعدين قلنا لها 6 إذا تحبون يعني تجون صححوني بالقاع لأن الإدارة كبيرة كلش فقلنا قالت لا إحنا